سنة 1930 تمكن العالم كارل لاندسكيما من الحصول على جائزة نوبل في الفسيولوجي نتيجة لاكتشاف فصائل الدم اللي أصبحت جزء أساسي من عمليات نقل الدم على مستوى العالم. أهلا بكم في حلقة تمكن العالم كارل لاندسكيما من اكتشاف فصائل الدم لتصبح ركيزة أساسية بعد كده قدام العلماء في عمليات الدم. سنة 1818 نجح العالم جيمس فولدين في أول عملية نقل دم من إنسان لإنسان لعلاج مريضة من نزيف تبعات الولادة. الدم يمثل الدم 8% من وزن جسم الإنسان، بمعنى أننا لو عندنا إنسان وزنه 60 كيلوغرام ده يحتوي على 5 لتر بمعدل 70 ملي دم لكل كيلوغرام. للدم مكونات أساسية، الدم بيتكون من كرات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء بالإضافة إلى صفائح الدم. وعنصر أساسي في تركيبة الدم هي البلازما. بلازما الدم، مكونة بلازما الدم بأكثر من 90% منها مية للحفاظ على درجة حرارة الجسم 37 درجة سلسيوس. للدم وظائف أساسية، منها نقل الأكسجين على مستوى الجسم بأكمله، كذلك نقل الغذاء والهرمونات، كذلك أيضا التخلص من الفضلات عن طريق الفضلات. وكذا 1907 العالم روبن أوتنبرغ يقوم بأول عملية توافق خارجي قبل نقل الدم للمريض. فصائل الدم، فصائل الدم معتمدة بشكل أساسي على كربوهيدرات تشين موجودة على كريات الدم الحمراء في الخارج منها، حيث تحتوي كريات الدم الحمراء دي الفصيلة A على إن أصنعين جلاكتوزامين، وفي الفصيلة B على جلاكتوز، ولكن في الفصيلة O لا تحتوي على هذه الروابط من كربوهيدرات تشين، والفصيلة AB تحتوي على الاثنين كربوهيدرات تشين على السيرفس بتاع كريات الدم الحمراء. جيناتيكا إيه؟ بيتحكم في العملية دي 3 ألليل موجودين في جين واحد، بيحتوي جسم الإنسان على 2 منهم، إما أن يحتوي على الألليل A ليفرز الفصيلة A، أو AI ليفرز الفصيلة A أيضا، أو BB لينتج الفصيلة B سائل، أو BI ينتج الفصيلة B هجين، أو يحتوي على الاثنين A و B لينتج الفصيلة AB. أيضا يمكن أن لا يحتوي على أي شيء من الفصيلتين السائلتين A أو B، ويحتوي على الفصيلة المتنحية II لكون فصيلة O. O لا تحتوي على أي من الأنتيجينز المكونة من الكربوهيدرات تشين على صفحها. تعتبر الفصيلة O معطي عام، يعني يدي لكل الفصائل الأخرى، ولكنها لا تأخذ إلا من نفسها. والفصيلة AB تعتبر فصيلة إلى حد ما بخيلة، لأنها لا تعطي إلا نفسها ولكنها تأخذ من جميع الفصائل الأخرى. مع التطور التكنولوجي الرهيب ابتدى العالم ينظر إلى الدم وكيفية استخراجه كعامل أساسي للحياة لكثير من المرضى. في 2007 نيتشر بايوتكنولوجي من أقوى المجلات العلمية على مستوى العالم تنشر بحث عن كيفية تحويل فصائل الدم من A
و ب الى فصيله الدم المعطي عام او بطريقه رخيصه جدا ونفقتها عاليه. الإنزيم ده بيقوم بالتخلص من الكربوهيدرات الشين الموجودة على سطح كرية الدم الحمراء ويحولها إلى خلايا دم حمراء من الفصيلة فوق. يكون ده إنجاز علمي رهيب جدا لمحاولة التوصل إلى كيس دم واحد يتماشى مع جميع المرضى من الفصائل المختلفة. اهلا بكم. هنعمل دلوقتي ايه؟ فصيله الدم. الاول معايا قطنه وشكاكه والكحول طبعا وشريحه ازاز او بلاستيك والانتي ايه ده ضد الفصيله ايه والانتي بي ده ضد الفصيله بي. يبقى بالراحه كده، لو الانتي ايه عمل رياكشن عمل تفاعل يبقى الفصيلة دي ايه. طيب لو الانتي بي عمل رياكشن يبقى الفصيلة دي ايه بي. لو الانتي بي عمل رياكشن والانتي ايه عمل رياكشن يبقى الفصيلة اي بي. لو هما الاتنين نيجاتيف يبقى فصلتنا او. تمام. الاول برتب شغلي، دي A ودي B. باجي على الشريحة اكتب A B. تمام. وبالشكاكة بنزل بنقطة من ايه ونقطة من بي وبحاول نقلب كويس. لين ايه عملت رياكشن، عملت اجلوتينيشن، ولكن بي مازالت بي مفيش فيها اي تجلطات او اي ترسبات. مستمر كده تقريبا دقيقتين منعا لاي ايرور. طبعا انا عارف فصيلتي ايه وبالفعل عطت الايه بوزيتيف، عطت اجلوتينيشن في الايه. يبقى كده الفصيلة حطت في الـA agglutination reaction، إذا فصيلتي A والـB negative. تمام. إذا الفصيلة A. طيب لو عطت في الـA وعطت في الـB يبقى الفصيلة بتاعتي AB. لو عطت في الـB بس فصيلتي B. طب لو ما عطتش في الاثنين اذا فصلتي او.
هنعملها تاني، ولكن على بلوت غير معروف، وهنعتبر ده سؤال الحلقة. نقطة الدم دي ايه؟ 1 دي بي يجي على انتي ايه؟ نيجي على الانتي بي نحاول نقلب كويس. بتقلب في اتجاه دائري. زي ما احنا شايفين الرياكشن حصل، ولكن انتوا لا تقولوا لي على نوع الفصيلة. نفترض دي اسمها مثلا، هنيجي للجزء الثاني من سؤالنا برضو، شخص تاني خالص. ايه نحط الايجنت ايه او الانتي ايه، وفي البي نحط الانتي بي. وبنحاول ان احنا نعمل ميكس كويس. وهنفترض الحالة دي احمد. مستني ردودكم، مستني ردودكم على نوع فصيلة سلوى وأحمد في الكومنتات تحت الفيديو. وطبعا لا تنسونا من اللايكات والشير، وطبعا ادعمونا بسبسكرايب. شكرا، ونشوفكم الحلقة الجاية.